الفحم. صباح الفل عليكم الكل، نهاركم زين، فيه الخير الربح وصباح الطاقة للأبراج الترابية وخاصة برج الجدي. حظوظ كبيرة زادة تتمتع بها الأبراج النارية كيف القوس الأسد والحمل الناري. كيف كيف زادة برج الحمل هي مرحلة مهمة حسب الفلكية كارمن شميس، وبالمناسبة نتمنيو لك كان الخير والسعادة في نهار عيد ميلادك. الثور يعيش الحب الرومانسية ومغامرة ما تخطرش على البال. الجوزاء نهاية الأسبوع راهي تتحسن فيها الحظوظ وتعيش الفرحة السعادة والمفاجآت المبروكة. زيد الفترة هذه حاول تستغل الفرص والعلاقات لتحسين وضعك المالي، ونصيحة هذه راهي باش تكون ليك انت يا جوزاء الميزان والدلو الهوائي. السرطان عنده أرباح مالية وانطلاقة مهنية جيدة، كيف وكيف الأسد آفاق واسعة وإن شاء الله زيدة تتغير الأقدار وتعيش الحظوظ الزين. كيف كيف زيدة العذراء الفلزين يرافق خطوتكم، وبش تكون محظوظ بالتغييرات الجديدة وتحقق أهداف زمان بعيد. نتعدي ونحن للميزان فترة اتصالات وأخبار مبروكة. زيد المرحلة هدي راك بش تعيش تغييرات بالرغم من هيك الإزمات. العقرب مفتاح النجاح في المكتوب وانتيجة راهي مرضية. كيف كيف زيدة راك بش تحقق أهدافك بالعزيمة وتستقبل نهارك طاقة إيجابية. القوس عنده صفر وبداية مهنية جديدة تتحل قدامك آفاق ويتبسم له الحظ من جديد. الجدي أجواء أحلوة حسب الفلكية، ماجي فرح وعلاقة قديمة راهي باش تعاود تظهر من جديد، والتطورات المهمة والانفراجات باش تكون من نصيب برج الدلو. هي موجة من التفاؤل ويرجع الأمل ينور حياتك. تناقش فكرة والأسبوع الداخل راهو للقاءات والأخبار أخبار السرة. ونختموا نحن مع الحوت. نهار اليوم راهو يحكي على الفلوس، نعم يحكي على أرباح مالية. الأكثرية مواليد برج الحوت، وإن شاء الله زيدة تتغلب على كل مشاكلك العاطفية.